اهلا بحضراتكم من جديد دكتور محمد، منورنا. اهلا بيك يا كابتن هيثم. طبعا رئيس جهاز ومدير فني الجمباز من النادي الاهلي، يعني مسؤوليه كبيره يا دكتور. طبعا اكيد طبعا شرف لاي حد انه يعمل في النادي الاهلي. مبروك بطوله الجمهوريه، يمكن غابت شويه عنا من 2015. ازاي قدرنا نستعيد اللقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده سؤال يعني في كلمتين، لكن هو حدوته كبيره. صحيح. لانه يعني ده عايز تخطيط من بدري قوي، والفكره كانت طبعا هي لازم انت بتشتغل عليها، لكن كان في وقت من الاوقات الامكانيات اللي كانت عندنا من حيث الادوات والاجهزه والحاجات دي ابتدت يعني تقدم وتخرج من الخدمه، وبالتالي الجمباز قايم على تواجد امكانيات مميزه واجهزه عاليه تقدر تعلم بيها حركات تؤهلك الى الحكايه دي. تعطلنا شويه فيها، الحمد لله المجلس الحالي من اول ما جه حصل طفره كبيره جدا في الصاله من 3 سنين. بمجرد ما بدات الصاله تشتغل من 3 سنين كان عينينا على المركز الاول اللي احنا وصلنا له. يعني اول ما بدا الامكانيات تبقى موجوده، بس رياضه الجمباز عشان تبني فيها فريق محتاج وقت طويل. صحيح. ومحتاج يعني جهد طويل. صحيح. وتمشي يعني ببطء بس باتقان لحد لما تقدر توصل للهدف. يعني نعم. السنه اللي فاتت احنا كنا في المركز الثالث، وده كان من ضمن مش ممكن تيجي من بره خالص تقفز على المركز، لازم اكيد في تصعيد تدريجي. من السنه اللي فاتت زي اليومين دول قررنا ان احنا خلاص آن الاوان ان احنا ندخل على المركز الاول، وبدأنا نستعد ونشتغل. الجهاز الفني المسؤول عن فريق الدرجة الأولى دكتور كريم، كابتن عادل ربيع، مع مجموعة الولاد جمعنا نفسنا، بدأنا نتكلم خلاص عندنا هدف أول، خلاص احنا مفيش تاني، كل الإمكانيات أصبحت متاحة، مجلس إدارة وفرهالنا الحمد لله، إدارة النشاط بتساندنا، يبقى احنا نشتغل. وبدأنا نشتغل، طبعا بيواجهك بعض المشاكل والظروف، منها بقى الدراسه بتاعه الطلاب اللي في الثانويه العامه واللي في الجامعه وما الى ذلك. بدانا نحط نظام قوي جدا عشان تقدر يسمح بان حضرتك تشتغل في اي وقت. نعم. يعني وكان طبعا انا قصدي اقول ان طبعا المهم جدا انه تقدر خلال الفتره وجيزه ان انت تقدر تجهز اكبر عدد من اللاعبين، وده موضوع صعب. يعني انت برضو خلي بال حضرتك، انت مثلا اللي اعرفه عنكم او اعرف عن الجمباز انه ممكن في اوقات كتيره جدا بتجيبوا اللعيبه بالليل، يعني في اوقات مدربين بتيجي مخصوص للعيبه. الكلام ده صح؟ هو ده الحقيقه اللي حصل مع الفريق ده، لان حضرتك كل لاعب بقى عنده ظروف. نعم. يعني الفرقه دي مثلا فيها 2 في الثانويه العامه، كل واحد عنده مواعيد. عندنا مؤثرين لاعبين اساسيين، عندنا لاعب دولي مهم جدا محمد مختار الجامعه بتاعته في المنصوره، فبيروح 4 ايام ويجي لنا 3 ايام. طب ده هيتمرن 3 ايام ازاي والفريق بيتمرن 6 ايام؟ نعم. عايز له برنامج خاص بيه. في لعيبه بتيجي فاضيه الصبح، في لعيبه نعم. فاضيه بالليل، فبتفرد المواعيد بتاعتك على مدار اليوم، وده طبعا مشقه كبيره جدا على المدربين المسؤولين. لكن في النهايه لان هي اللعبه مش محتاجه تواجد الفريق كله في وقت واحد، انا مش لعبه جماعيه. بتتمرنوا في الجزيره بس يا كابتن صح؟ في الجزيره. وده التمرين الاساسي بتاعكم وكل حاجه، يعني ما بتستعنوش في اي مكان، ما بتروحوش تتمرنوا اي مكان. لا طبعا لما حصل افتتاح صاله الشيخ زايد بالظبط بامكانيات مميزه جدا بدانا نستفيد منها. بس الاساسي في الجزيره. الاساسي في الجزيره. بمعنى ايه؟ ان انت لما بتروح مثلا صاله الشيخ زايد بفريق الدرجه الاولى انت لوحدك في الصاله. فتقدر تقعد براحتك، تقدر توزع على الاجهزه، تقدر تعمل كل التدريبات. طبعا في الاهلي الجزيره احنا ما شاء الله طبعاً يعني قربنا على 400 لاعب، وده رقم كبير. بسم الله ما شاء الله. وفي زحام كتير، ف يعني بنحاول نستفيد من كل الامكانيات. يعني الصاله اللي اتفتحت في الشيخ زايد دي اكيد كانت اضافه كبيره جدا للبنيه التحتيه عندك، لانه انت عدد لعيبه بيزيد، اعضاء الجمعيه العموميه بيزيدوا، فوجود صاله جديده مجهزه بتجهيزات زي دي اكيد 100% هيبقى ليها امباكت وليها تاثير الفتره الجايه كبير جدا. طبعا هي الصاله لما اتفتحت يعني خلي بالك في فرق ما بين 3 سنين الاجهزه ودلوقتي الاجهزه طبعاً. يعني الموديلات والتطوير طبعاً. فاصبحت الاجهزه اللي موجوده احدث واعلى في المستوى، والحقيقه يعني طبعا يعني
نشكر مجلس الاداره على انه عمل صاله، اتاح لنا الفرصه ان احنا نعمل صاله على اعلى مستوى بتفيد طبعا الفرق، بالاضافه الى الاعضاء اللي في نادي فرع الشيخ زايد، فاحنا وظفنا الامكانيات اللي موجوده هناك لخدمه اولا فريق الدرجه الاولى اللي هو عندنا. عايزين ناخد عندنا هدف الهدف دول لازم الهدف الاساسي نحدد لهم الهدف. طب يا كابتن عندك كام لاعب في الدرجه الاولى؟ يعني الدرجه الاولى عشان برضو الجمباز لازم الناس تبقى فاهمه، احنا بنقول جمباز جمباز، انا وحضرتك فاهمين طبعا وحضرتك استاذنا الدنيا ماشيه ازاي. انا عايز نوضح للساده المشاهدين بكل بساطه، انا الجمباز عندي كام جهاز بلعب عليهم، عندي كام لاعب في كل جهاز، الجمهوريه خدتها ازاي؟ ما دي مهم. انا الجمهوريه ممكن عندي اجهزه انا متفوق فيها واجهزه خسرتها، بس الجهاز اللي تفوقت فيه ليه؟ عايزين شرح تفصيلي مبسط للساده المشاهدين وحضرتك استاذنا واكاديمي عشان الناس تبقى عايشه معانا احنا فوزنا ازاي. طيب الاول احنا عندنا مجموعه من الولاد هم عددهم 11، الفريق بتاعنا بيكون من 5. ممتاز. فطبعا شيء طبيعي انك بتشتغل مع كل اللاعبين، وكل لاعب بتختار له الجمله الحركيه اللي تناسبه وتحقق اعلى مستوى، ودي طبعا مهاره كبيره جدا ان انت تختار الحركات اللي جسمه تناسب جسمه تناسب اداؤه امكانياته تناسب اداؤه وتحقق بيها اعلى الايه الدرجات. وكل لاعب بعد كده بيشتغل، يعني مش لازم كل واحد بيعمل حركات زي التاني خالص، كل واحد بيشتغل على الواجب بتاعه والجمل بتاعته. طب ال 11 لاعب دول يا كابتن انت بتختار منهم 5 تلعب بيهم بطوله؟ نختار منهم اعلى 5 نتيجه اختبارات. بيلعبوا اللاعب الواحد بيلعب كل بيلعب الاجهزه؟ بيلعب على 6 اجهزه. ممتاز. فانت حضرتك عشان تكسب لازم يبقى عندك الخمس لاعبين بتوعك بالاختبارات بتاعتك، تقول ان دول اعلى 5 لاعبين يجيبوا لك مجموع على 6 اجهزه. مجموع على 6 اجهزه. شوفوا يا جماعه حجم المجهود قد ايه، بالورقه والقلم حجم المجهود. ويقعد المدربين تشتغل كل يوم في ان انا لو دخلت الحركه دي هرفع اللعيب ده قد ايه، ولو غيرت في الجمله دي هرفع القصه دي قد ايه. فالحقيقه يعني المدربين هم ابطال الانجاز ده. دكتور تعالى يا دكتور كده بعد اذن حضرتك نقول اسامي الاجهزه عشان الساده المشاهدين تبقى حاضره معانا. ايه بقى ناخد جهاز جهاز كده المتوازي اول واحد نعرفه؟ عندنا جهاز الحركات الارضيه. تمام. عباره عن مربع 12 في 12. تمام. وده بيتعمل عليه مجموعه حركات اكروباتيه في اضلاع كلنا عارفينه. تمام. بعد كده عندنا حصان الحلق، وعباره عن حصان مستطيل وفي حلقتين. تمام. بدوائر الرجلين بيتم الانتقال ما بين اجزائه. بعد كده عندنا جهاز الحلق. تمام. اللي هو سلك معلق في كوبري ونازل بحلقتين. ممتاز. وبيؤدي عليه حركات من المرجحات وحركات القوه. تمام. ده الجهاز الثالث. ده الجهاز الثالث. بعد كده الجهاز الرابع عندنا حصان القفز. تمام. هو عباره عن حصان وقدامه سلم قفز، اللعيب بيجري يضرب السلم يؤدي حركه، وهذه الحركه طبعا لها صعوبه معينه ولها تقييم معين. ده الجهاز الرابع. الجهاز الخامس هو جهاز المتوازيين، اللي هو عرضتين متوازيتين جنب بعض، واللعيب بيؤدي حركات فوق العارضه على عارضه واحده اسفل العارضه. اخر جهاز هو جهاز العقله، وبار عريض من الصلب بيؤدي من عليه حركات الدورانات. خلي بالك بقى المشكله اللي بتواجهك ايه في التدريب، كل جهاز من دول له متطلبات بدنيه ومهاريه مختلفه عن التاني خالص. طبعا. وبالتالي انت عايز تعد اللاعب لكل يكون متخصص في كل جهاز عشان يقدر يتفوق في كل جهاز. يتفوق في كل جهاز عشان المجموع العام بتاعه يتحط على بقيه زمايله في الفريق يوم يكسبك بطوله الجمهوريه. لا ده احنا انا بس هطلع لفاصل، بس محتاج اعرف من حضرتك بعد الفاصل. انا عندي 11 لاعب بيتنافسوا مع بعض عشان اخد 5، بعد كده اروح بيهم العب بطوله الجمهوريه. عايز تفاصيل اكتر بس هاخدها من حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الجمباز. اللي بيحب الجمباز يتفرج علينا بعد الفاصل، عندنا كلام كتير جدا مع دكتور محمد فؤاد. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا عن الجمباز داخل النادي الاهلي. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل انه عند حضرتك 11 لاعب، وال11 بيلعبوا 6 اجهزه، تختار منهم 5 لاعبين. طب انت بتبقى عارف مجموعنا، يعني انت عارف حضرتك واحنا رايحين البطوله هنجيب مجموع كام في ال6 اجهزه ال5 لاعبين؟ ما هو من خلال التجربه اللي حضرتك بتعملها او البروفات اللي بتعملها للبطوله المشابهه، انك بتعمل زي تجميعه البطوله كأني رايح العب بطوله، وانت اصلا لما بتركب الجمله الحركيه انت بتعرف الجمله الحركيه دي لما اللاعب هيؤدي بالشكل ده متوقع يجيب كام. يطلع فوق بقى عشر ينزل عشر، لكن انت تقريبا قادر تعرف بالظبط انا هجيب كام كل لاعب.
ده مش مدرب بس، ده حكم كمان، ده كل حاجه. ما على فكره ما هو احنا يعني عندنا مدرب، مش مدرب، مدرب وحكم كل حاجه. يعني احنا عندنا الدكتور كريم علي، هو حكم دولي اللي ماسك الفريق، حكم دولي وبيشتغل. عندنا حكام دوليين كمان في الجهاز بيشتغلوا في الحكايه عشان دي، عشان اعرف اقيم صح. انا ممكن اقيم غلط هنا، اخبط في الحيط على طول. ما انا قيمت غلط وحاطط حساباتي غلط، اروح الاقي نفسي في حته ثانيه. وحط في اعتبارك في مشكله كبيره فنيه جدا واجهتنا اللي هو من يناير قانون التحكيم الدولي اتغير، يعني تركيب الجمل اتغيرت. التحكيم حضرتك لازم تكون متابع الاحداث اللي بيحصل فيها التغيرات دي عشان تركب الجمله على الجديد، لان هيتحكم لك في بطوله الجمهوريه بالنظام على النظام الجديد. ما هو كابتن كريم موجود بقى، فطبعا كابتن كريم حكم دولي هو اللي يجيب لنا بقى اللي غششنا طبعا. صح ولا لا؟ عشان كده بيحصل ايه بقى، انك ليه بقول لحضرتك ده مجهود سنه، وحضرتك تعرف ان احنا بنلعب بطوله واحده في السنه، ودي يعني وان شوت. ايه ده؟ يعني انت لو ما توفقتش في البطوله دي ما كنتش احسن في احسن حالاتك، خلاص راحت عليك. يعني لو انت مثلا في الداي اوف، مش يومك النهارده، راح. طب ما نقترح حاجه يا دكتور، يعني اقترح دكتور ايهاب امين يا رب يكون سمعنا، ما نعمل مجموعه بطولات في السنه، ومجموع البطولات دي يخلي هو ده البطل. ايه رايك؟ والله هو الاقتراح ده يعني هم بيفكروا فيه برضو مصار، علشان الظروف اللي قد تصادفك. برافو عليك. لعيب مش متوفق، ايوه لعيب رجله اتلوت قبلها بيومين، ما يعني توفقش في البطوله كويس وكل حاجه، ما توفقش في البطوله النهارده مش يومه. طب ما نديله بطولتين ثلاثه، يعني اعمل زي سلسله بطولات زي بطوله العالم اللي بتتعمل في العالم العالميه، يبقى عندك متوسط الاكثر من بطوله. يبقى لو ما فقتش النهارده تقدر تعوض في اللي بقى. ما عندناش تعويض احنا بقى، ولذلك انت بتستعد من السنه اللي فاتت وتقعد تشتغل، وتوفيق ربنا لازم يصادفك في هذا اليوم علشان تقدر ان انت. طب انت بتبعت الخمس لعيبه امتى قبل البطوله بقد ايه؟ انت عندك 11 بتختار منهم خمسه، تمام، تبعتهم قبل البطوله بقد ايه؟ لا بختارهم امتى يعني؟ امتى بختارهم؟ يعني في الاسبوع الاخير. خلاص بتبعتهم للاتحاد اللعبه، ولا بتروح تسجلهم في البطوله؟ لا ببعت للاتحاد اللعبه، تقول انا هلعب، بقول له خلاص الخمسه بتوعي اهو، انا مسجل كل اللعيبه دي مسجلها درجه اولى. بعد كده بقى ببعت قبلها باسبوع اقول له دول هيلعبوا، الخمسه دول هم اللي هيلعبوا. طب لا قدر الله لاعب اصيب قبل ليله المباراه، تعرف تستبدله؟ ممكن الاتحاد بيسمح لنا، بس خلي بالك بقى، ما هو ما كانش في المود، ما هو الخمسه دول هم احسن خمسه، فلما بيخرج واحد ويجي لك حد بتخسر، بيحصل لك دروب في الخساره يعني. طب يا كابتن برضو عايز اطرح مع حضرتك عمر العربي، هذا اللاعب تعاقدنا معاه السنه اللي فاتت، ويمكن ضجه كبيره جدا لانه كان بالنسبه لنا مفاجاه ان يتم التعاقد، وهو ده النادي الاهلي دايما سابق ان النادي الاهلي يتعاقد في صفقه لاعب جمباز. طب كلمني ليه عمر العربي، ليه حضرتك اخترته؟ عمر العربي هو لاعب مميز جدا، وبطل افريقيا سنتين ورا بعض، هو اللاعب الاولمبي اللي مثل مصر في اولمبياد طوكيو، ولاعب لسه صاعد واعد، يعني عنده لسه كمان يقدر يدينا اكتر. فحضرتك عارف بعد الدوره الاولمبيه بيحصل فتره انتقالات. نعم. حصل حوارات، اتكلمنا مع كم سنه هو يا دكتور؟ هو عنده 22 سنه ما شاء الله. اتكلمنا مع الاداره، لان دي يعني ما كانتش موجوده ان يكون عندنا لاعب محترف، ووضحنا الظرف لاهميه وجود هذا اللاعب. اللاعب المميز اللي من النوع ده ممكن جدا يكون نموذج او مثال تبني عليه فريق، يعني برافو. يشد لك رؤية سليمة في الوقت نفسه، انت بتبقى عارف هو متوسطات درجاته قد ايه، فبتخلي اللعيبة عايز تقرب منه. يعني انت انت عايز الخمسة يبقى عمر عربي، ممكن ما توصلوش، بس انت بتخلي كل لاعب دايس على نفسه عشان يوصل لأعلى مدى، عشان نقول احنا الخمسة كلنا أعلى مستوى. في نفس الوقت كله عايز يبقى بطل افريقيا، فوائد كتير جدا من الصفقه دي، كله عايز يبقى بطل اولمبي، فبيعمل لك ده غير بقى انه بيزود نتائجك طبعا، لعيب كبير طبعا، بيزود لك المتوسط بتاع الفريق بتاعك. بس انا بقول لك على الفوائد الثانيه اللي ممكن الهيدن اللي مش متشافه ده بالنسبه للفريق، حتى نعم. بالنسبه بقى للناشئين، انك الناشئ طالع شايف عنده نجم كبير، عنده رمز، عنده حد يقدر يبقى قدوه بالنسبه له، فبالتالي كل الامور دي بتساعد في الاخر ان انت توصل ان انت تقف على منصه التتويج. واكبر دليل على كده ان عمر في البطوله بطوله الجمهوريه حصد كم ميداليه؟ خمسه باينه يا دكتور؟ خمس ميداليات، اربعه ذهب وواحده فضه. يعني قصدي اقول لك انه ده دعم بشكل كبير، ورؤيه حضرتك سليمه، ورؤيه النادي الاهلي كانت سليمه، انه لاعب بيحقق نتائج وبتبني عليه فرقه. بالظبط ده اللي حصل، ده اللي حصل، لان احنا الفرصه بتيجي ان انت تقدر تدعم، و مجلس الإدارة مشكورا بيوافق لك على التدعيم عشان فاهم الهدف ايه، وانت بتشتغل بتخطيط مظبوط بتوصل في الاخر
بتوفيق ربنا طبعا قبل اي حاجه، ونعم بالله، الى النتيجه اللي احنا مستنيينها من سنوات. طب الكلام مع عمر، كان عمر فري ساعتها ما كانش ماضي عقد، ولا في الجمباز الانتقالات مختلفه؟ يعني كلمنا عن ظروف الصفقه كصفقه. هو ما كانش عنده عقد، وكان في فتره انتقالات حر من حق اللاعب ينتقل. واللعيبه بيبقى ليها عقود؟ في، لا ممكن الانديه تعمل عقود وممكن ما تعملش عقود. طب الانتقالات لازم عقد ولا مش لازم؟ لا الانتقالات لو هو عامل عقد ما كناش نعرف نجيبه الا لما عقده يخلص. حلو جدا. لكن هو كان في فتره مش عامل عقد، وكان الفتره دي فيها انتقالات مفتوحه، وهو ابدى رغبته. هو ابدى رغبته، واحنا تفاوضنا معاه وعملنا له عقد وانضم الينا، ويعني هو مبسوط معانا واحنا مبسوطين بيه جدا. وزي ما قلت لك احنا يعني بنستفيد منه من كل الجهات، عشان هو لعيب مميز، وطبعا يعني هو يعتبر امل مصر في الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله يبقى موجود. ورعايه النادي الاهلي ليه ده دعم كبير ليه، يعني لما النادي الاهلي يرعى لاعب زي كده طبعا وليه مستقبل زي ده اكيد هيبقى ليه تاثير في الـ في الـ في الـ مع المنتخب في باريس. طبعا هو بالنسبه للمنتخب هو لعيب مميز جدا، ولعيب تقدر تطوره كمان، يعني مش خلاص وصل للسقف ده، تقدر تطوره كمان، فهو افادنا جدا من كل الجهات. طب قول لي يا دكتور برضو، يعني عمر احد اللاعبين من ال 11، مين ال 10 الباقيين؟ يعني هو لازم نقولهم لحقهم نجوم. تمام، عندنا مثلا اللاعب عبد الرحمن رضا ده موجود في المنتخب برضو، اللاعب محمد مختار لعيب دولي برضو، يعني هم فيهم كام لعيب دولي مميزين، اللاعب مروان محمد، اللاعب فراس طارق، اللاعب ده الفريق بقى بعد كده اللي بره الفريق بقى هم برضو مجموعه مميزه، زي احمد ضياء، زي خالد ضياء، زي عمر شقره، زي احمد نبيل، دي المجموعه اللي ايه اللي كانت في الفرد. هم يعني جاهزين وبيشتغلوا عشان نقدر نستفيد. طبعا مش هركز على خمسه بس، لا طبعا افرض واحد مستوى عالي، اتفضل يا باشا خش مكانك، وده اللي احنا بنقوله من اول يوم. من اول يوم بنجمع اللعيبه ونقول لهم لا يوجد حجز لمكان، مفيش جارانتي، مفيش جارانتي، انت ولاعبك، درجاتك، مجموعك، مستواك هو اللي دخلك. طيب. لان انا عايز اعلى اللاعبين درجات، كلنا نشتغل، كلنا نتمرن، كلنا ناخد نفس الفرصه. نعم. بس اللي هيحقق اعلى الدرجات هو اللي هيبقى في الفريق، هو ده اللي هيخش في الفريق. عايز اتكلم مع حضرتك عن الناشئين والناشئات، بس هيطلع فاصل كابتن محمد. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نتكلم على ناشئين وناشئات الجمباز اللي حققوا السنه دي كمان انجاز كبير، هنعرف الكلام ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، مكملين حوارنا مع دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز ومدير فني الجمباز بالنادي الاهلي. دكتور كنا بنتكلم عن الناشئين والناشئات، الحقيقه انجازات محترمه، نتائج جيده جدا، وقلنا الاخبار دي مرارا وتكرارا في حلقتنا. كلمنا عن الانجازات السنه دي في قطاع الناشئين والناشئات. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني توفر الامكانيات اللي حصلت في تطوير الصاله اثر على جميع اللاعبين بالايجاب، واصبح المدربين وهي بتشتغل ما عندوش اي مشكله في انه محتاج جهاز، محتاج اداه، محتاج مرتبه، محتاج حاجه موجود، بالاضافه للدعم الفني اللي احنا بنقدمه له، وبالتالي بالاضافه الى ان جوده الخامات اللي احنا بنختارها ده بيؤدي في الاخر الى ان الخامه كويسه، صح، بتخضعها لبرنامج تدريبي مظبوط، بتستقطب مدرب كفء عنده الامكانيات، المنظومه كملت، المنظومه خلاص اصبحت كامله معهم رئيس جهاز محترم زي الدكتور محمد فؤاد بيتابع كل صغيره وكبيره كده المنظومه. فبالتالي بيحصل ان انت الناشئ بقى لما بيجي يشتغل عنده اهداف تانية بقى، يعني انت دلوقتي مثلا لما بتيجي تتكلم مع الناشئ اللي عنده 7 سنين او في البنات في 6 سنين، عندنا في بطوله في 6 سنين شفت وخدنا فيها اول تقريبا كل الميداليات ده، صحيح شفنا الصور حبايبي صغيرين قوي. انت بتخش بقى في المنظومه دي ما بيبقاش انت بس عايز تكسب الاول، عايز، لا انت عايز تاسس عشان مسألة التقدم في مهارات أساسية معينة، وفي لياقة بدنية معينة، وفي تربية لفكر الجمباز عند الطفل الصغير، المنتاليتي العقلية بتاعت الجمباز والنفسية بتاعت الجمباز دي بتنمى، انت كل ده بتطلع بيه بجانب الشغل الفني عشان يقدر اللاعب او اللاعبة تتطور معاك وانت طالع في كل سنة. عندك كم ناشئ وناشئة في النادي يا دكتور؟ احنا دلوقتي ما شاء الله عندنا 386 لاعب ما شاء الله، وده طبعا هو مرتبط بمكان وحجم الصاله، يعتبر بالنسبه لحجم الصاله هو حجم كبير. يعني طب والناشئات لان هما الاثنين 386 لكن هو يعني بالنسبه للانديه الاخرى لو عملت مقارنه احنا هيطلع احنا اكبر عدد نادي موجود بالنسبه للانديه على الاقل الكبار فعلا لان احنا وحتى كمان بعد الصاله الجديده اللي اتعملت
ده غير اعداد الثوره الجديده لسه. لا اعداد الثوره الجديده دي يعني لسه نخش في 500 مثلا. هنعدي. بس هي الفكره كمان ايه، لما احنا بنزود شويه القاعده تحت بتتوقع ان الفرص ان يطلع لك اللاعبين المميزين أكتر. فوق اكتر. انت كبرت القاعده، فالهرم هيبقى اختيار فبتطلع فوق اكتر. الهرم بيعلى اكتر. انت اخترت 6 لاعبين تحت، على ما يطلع فوق ما تلاقيهمش، لكن بتختار 20. ما حسبة بسيطة يا دكتور، القاعدة زادت فالهرم طوله بيطول. لو قاعدة بسيطة هتلاقي الهرم قد كده، فكل ما بتعد كتر العدد ما شاء الله توصل. دي ميزة، بس يصاحبها عيب بقى شوية العدد واحتياج الأجهزة والتوزيع وما إلى ذلك، وده بيحتاج برضو إلى إيه، عملية تنظيمية معقدة شوية. وبتوصل لمرحلة بقى إيه، إن الأمور بتبقى مثلا ضغط البطولات كله عايز الأجهزة، ما هو أنت كله بيلعب في وقت واحد. صحيح. فانا عايز اتمرن. طب انا عايز اتمرن وعايز اقعد على الجهاز بقى عشان. طب ما دي ممكن ننقل الفكره دي للاتحاد ونقول له انه يخلي البطولات بشكل بنحاول. هو طبعا الاتحاد برضو بيبقى معذور في حاجات، ان عنده ظروف يعني تحكمه، اجنده تحكمه، يعني عنده مثلا في نص الشهر الجاي في كاس عالم مصر بتستضيفه. نعم. فهو بيضغط شويه بطولاته عشان يخلص قبل كاس العالم اللي هي بطوله كبيره جايه له. معذوره. لا احنا بنقول يعني في اكيد في كومينيكيشن. لكن انت في الاخر بقى بتعمل ايه؟ انت بتحاول تنظم مكانك وملعبك مع الجهاز الفني اللي معاك على اساس ان كله يحقق الاستفاده مع الاولويه. ما هو برضه خلي بالك فريق الدرجه الاولى لما تيجي تحطه ده لازم هتديله اولويه. نعم. وبنعمل ايه؟ بنشوف له ميعاد لوحده، يعني نجيبه الصبح نجيبه الظهر، بحيث ايه يعني نلاقي مكان فاضي نقدر نجيبه. ما هو ده زي ما بيقولوا القمه، فلازم ابقى مديله وقته. لازم اديله وقته. صحيح. فالحكايه بتبقى كلها على بعض كده، ان انت في الاخر عايز تزق ال 400 لاعب تقريبا اللي عندك ولا 380 لاعب كلهم يتزقوا لقدام، عشان انت في النادي الاهلي ما ينفعش ان انت يبقى عندك يعني فرقه مستريحه، فرقه نايمه، لا انت لازم تشتغل مع كله. والنتائج الحمد لله ربنا بيكرم وبتمشي بشكل كويس، والتقدم بتاع الناشئين بنقيمه طبعا باستمرار ونشوف انه مقبول جدا، علشان كل لاعب بيخش عندنا عنده 4 سنين انت بتفكر فيه ازاي ده يؤهل انه يروح درجه اولى. هو 4 سنين لسه صغير، بس صعب. لازم تفكر في البرنامج بتاعه هيمشي ازاي لحد ما يوصل للدرجه الاولى. خبر ابيض. لو ما عندكش الاستراتيجيه دي اللعيب ده هيقع منك في السكه وانت ماشي. مجهود وتخطيط. صح. يفضل كل سنه بيتحركها ماشي بطريقه وبرنامج صح 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 صح، لانك لو جيت في وقت واشتغلت شغل فني خاطئ اللعيب ده هيتوقف، لانه فقد العناصر الاساسيه البدنيه والمهاريه اللي هتقدم بيها، فقدها. صح. ما تعرفش تعوضها بقى. صحيح يا دكتور. والله بص انا مستمتع بكلامك جدا يا دكتور، والله بجد ما شاء الله، وجهد مبذول وحاجه تشرف وحاجه طريق باسم النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز والمدير الفني ايضا للجمباز بالنادي الاهلي. نورتني وشرفتني يا دكتور. شكرا يا كابتن هيثم، شكرا جدا ليك. اعزائي المشاهدين، نتمنى نكون عرضنا لسيادتكم او لحضراتكم حجم الجهد المبذول في الجمباز، وازاي النادي الاهلي عنده كوادر بدايه من دكتور محمد، مرورا بكل الجهاز المعاون، وصولا الى اللاعبين واللاعبات. عندنا لعبه محترمه جدا والنادي الاهلي بيرعاها بشكل كبير. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.